السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دلوقتي هنشوف أداة مهمتها إنها بتنقل برامتر من مكان لمكان آخر. على سبيل المثال ممكن أكون عندي فاميلي وفي برامتر معين عايز أنقله لفاميلي آخر. كان عندي مشكلة دي النهاردة حقيقي وحالتها بحل آخر. كان عندي ستايلت البلوك طريقة معينة لتسمية الملف فمعتمد على برامتر، فأنا نقلت البرامتر ده بأحد الأدوات لملف آخر لفاميلي اخر. طيب على سبيل المثال مثلا الشباك دوت هقول له edit family ففتح معايا هنا، فعندي برامترز كتيرة هنا. ممكن مثلا في برامتر معين يعجبك فاضطر ان انت تقعد تشوف الداتا بتاعته وحاجات زي كده، انما ممكن بكل بساطة ان انت تستخدم الاداة ديت. هتقول له family manager فهو يبدأ يجيب لك البارامتر. تمام، تقدر تعلم على الحاجات اللي انت عايزها وتنقل هنا وتقول له ان الهوم دول مثلا ليه الفاميلي اللي اسمها سنجل ويندو او ليه الفاميلي بتاعه المشروع. تمام، هنقول له انقل مثلا من سنجل ويندوز للمشروع وتقول له ترانسفير.